سعيد. حاضر، نازلة حالا الملفات. اوعى بقى تتاخر، للتخطيط كله يبوظ الليله. اياك بس انت ما تتاخريش. معقوله يا حبيبي؟ باي باي. مع السلامه ناديه. نعم يا خبر. باي باي ناديه. ايه تاني؟ تعال. نعم. هتوحشيني انت اكتر. باي باي. مع السلامه. يا ستي ما تجيبلناش الكلام، خليكي بره. اوعى كده، ما تبقاش منقطعين النصيب. في ايه يا عمران؟ لا يخليكي واكبر بخاطرك، مش ده مكتب المعاونه بتاعت المجلس الحزبي؟ يا ترى مين فينا وريني يا اخواتي؟ ده انا دخت السبع دخات اللي في الدنيا، وما صدقت لقيت اللي يشتري. ايوه بس ده انت باين عليكي وشك سمح، والفرج هيجي على ايديك ان شاء الله. هو حد بيشتري بيوت قديمه في الزمن ده؟ يا ستي انا تحت امرك، بس للاسف هنا في المكتب كل واحده على عنوان سكنها، بس انت مش عندي. صدقتي وامنتي؟ اتفضلي بقى استني بره. سيبها يا عمران، مالكش دعوه بيها. اتفضلي استريحي هنا لغايه ما سعاد زميلتي تيجي. ربنا يكبر بخاطرك. اتفضلي. ولا يوريكيش وحش ابدا. تعبت يا اخواتي، تعبت. راحه جايه، راحه جايه. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده كله؟ ولا اللي لسه جايه من عند الكوافير، وكمان لابسالي على سنجة 10. طبعا البي رئيس النيابه موصلك بالعربيه. الله اكبر عليكي، مش تقولي الاول صباح الخير. هقول لك ايه بس يا ناجي، المواصلات وقرف المواصلات. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا كمالي. انت جيتي تاني؟ اعملي معروف يا ست. هاي بقول لك ايه، ما هو بيع. لا مش هوافقلك على البيع ابدا، انت فاهمه؟ بيت مساحته 500 متر مربع، تبيعيه عشان ايه؟ ايجار قديم بعد عنك، لا بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا تنزل. انا معاك ان مساحته طويله وعريضه ويجري فيها الخيل ويرمح، انما بيصفي على 18 جنيه و7 قروش في الشهر. والله يا ستي لسه ما ادونيش صلاحيتي ان ازود لك الايجار. لا انا بقول ابيعه واشيل القرشين بتوعه في البنك للولاد. خلاص ما بقاش عندي صحه لمنادد السكان. معاكي اوراق تثبت الكلام ده؟ ما كل حاجه عند حضرتك يا ستي. يا ستي انا عايزه اوراق ارفقها بالملف بتاعك، فاهمه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني مثلا عايزه منك الوصولات بتاعت الايجار، عايزه كمان شهاده من المشتري يقول هيشتري بكام. يعني ايه؟ انت لسه هتقولي يعني؟ انا مش ناقصه المنهده دي على الصبح. بقولك ايه، ما تجيليش هنا تاني الا وكل اوراقك مستوفيه. طب فطنيني يوه وبالراحه، بشويش عليا، قوليلي فايتيني. ايه افطنك؟ افطنك ده ايه؟ انت هتعلميني شغلي ولا ايه؟ نختيني. عمران انت اللي اسمك عمران؟ عمران صباح الخير. ايوه يا استاذه. انا مش قايله ما حدش يخش المكتب ده من غير اذني؟ عاجبك كده جبت لنا الكلام؟ اتفضلي بقى، مع السلامه، انا مش ناقصك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. اجيب الاوراق منين بس يا رب؟ اجيب الاوراق منين بس يا ربي؟ يلا يا ست. يا اخويا انت اللي عليك. يا الله يا الله يا الله. معقوله كده يا سعاد؟ دي باين عليها ست غلبانه قوي. شغلنا هنا ما يعرفش غلبانه ومش غلبانه. مش جايزه اوفق لها على البيع تروح تاخد الفلوس وتتجوز بيها؟ انما قوليلي انت ايه اللي جابك؟ انت مش كنت عايز تاخدي اجازه النهارده عشان عيد جوازك؟ يا ستي كان ورايا ملفين ولازم يخلصوا، واديني بكتب اذن اهو نازله حالا. طب بقول لك ايه، اكتبي الاذن على ورقه زرقاء عشان ما تتحسديش. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. على فكره انا مستنياك النهارده، اوعي تتاخري وما تجيش. معقوله ما اجيش؟ مش دي برضو الجوازه اللي تمت على ايديا ولا ايه؟
اوعي تتاخري يا عادل. لا ما تتاخريش يا كمال. لا ان شاء الله هستناكوا يا جماعه. ان شاء الله. كويس انك جيتي يا نادية، انا كنت لسه هبعت لك عمران. مدام سميه، ارمله المرحوم الدكتور مصطفى الجندي. اهلا يا فندم. اهلا يا حبيبتي. حسب ما فهمت من المدام الموضوع بتاعها عندك. يا ريت تخلصه لي عشان ما تعطلش. ايوه يا فندم، بس انا دلوقتي كنت جايه استاذن من حضرتك. اصل يا حبيبتي اوراقي كلها جاهزه ومستوفيه، يعني مش هتاخد من وقتك كتير، وعلى العموم انا تحت امرك. حاضر، اتفضلي معي. متشكرة قوي قوي. مع السلامة يا فندم. في أم مقدمة طعن في بيع بيت ملك لأولادها الأسر. البيت ده جالهم هبة عن طريق جدهم لأمهم. الأب باعه ب 22,000 جنيه، مع إن إيراده السنوي 2000 جنيه. المحكمة قبلت الطعن ولغت البيع، مع إن الأب ولي شرعي لأولاده. هو كده في ناس بتبقى محتاجة للي يحميها من نفسها، ودي مسؤوليتنا إحنا. يكرهونا بقى يحبونا، هي كده مسؤولية كبيرة. اتفضلي يا هاني. متشكرة قوي. العفو. ما كانلوش لزوم ابدا التعب ده كله. ابدا يا هاني، متفضلي. ولو ان الموضوع مش باين صغير زي ما كنت متصوره. ليه؟ في حاجه في الحسابات؟ بالعكس، الحسابات مظبوطه. امال ايه الحكايه شغلتين؟ حضرتك هنا بتقولي ان صافي ارباح المستشفى بعد المصاريف والضرايب في السنه تقريبا 20,000 جنيه. مظبوط. حضرتك مش شايفه ان المبلغ ده مش واقعي؟ بس يا حبيبتي انا عايزه اقول لك. شوف يا سميه هانم، مستشفى شغاله في موقع مهم زي ده مش ممكن ابدا يكون ده صافي ارباحها طول السنه. يا ريت حد يكره، اهو يتحط في حساب البنت المسكينه اليتيمه اللي ما لحقتش يا حبيبه قلبي تتهنى بحب باباها. لا بس ده في ورثه تانيين هنا غير حضرتك، اخوات المرحوم جوزك ووالدته. يعني لو انا اعتمدت لك الحسابات دي اكيد كلهم هيطعنوا. طب شوري عليا وانا مستعده لكل طلباتك. المساله يا فندم مش مساله طلبات، دي حقوق ناس. عموما ممكن حضرتك تسيبي الورق هنا شويه لغايه ما اعمل معاينه، وعلى ضوء المعاينه دي نقدر الارباح. ليه؟ ما ده احنا فيها السواق والعربيه تحت امرك، والمستشفى مش بعيد. بس انا النهارده مش فاضيه. معلش انا عارفه انك مستعجله، لكن انا طمعانه في كرمك. معلش تعالي معايا نروح دلوقتي. ها خلاص بقى. وهو كذلك. ولو ان حضرتك ما تتصوريش انا النهارده مشغوله قد ايه. معلش بقى. اتفضلي. سلام عليكم. سلام. مع السلامه. ولا عالية يا ست ناديه. مالها ناديه يا سعاد، انتي قاعده لها على الوحده ليه؟ لا قاعده لها ولا غيره، بس يعني كانت بتقول انها مستعجله وعايزه تاخد اذن وتروح. يمكن مدام زينب ما وافقت لهاش على الاذن. وفريدي، من امتى حد فينا بيخرج مع حد في عربيته؟ ما هو عدم المؤاخذه تلاقي الهانم اللي خرجت معاها الاستاذه ناديه حاجه تانية خالص. ايه ده؟ انت قاعد تصنط علينا؟ امشي شوف شغلك، محدش طلب رأيك. أنا مالي؟ أهلاً 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 وسهلاً. اتفضلي. أهلاً وسهلاً. اتفضلي. حاجة ساقعة بسرعة يا مرسي. حالاً يا فندم. لا 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 شكراً، ملوش لزوم. لا مش ممكن، لازم تشربي حاجة بسرعة يا مرسي. حالاً يا فندم. استنى يا دوبك انا هلحق الف لفه في المستشفى يكون الاستاذ جاهز السجلات. خلاص وهو كذلك. اتفضل. شكرا. الشنطه يا استاذه. ايه ده؟ وانا هفضل افهم فيك يا بني ادم لحد امتى؟ يعني امال هي سايباها ليه؟
بكوين بكوين بسرعة جوه. وهو كذلك. صباح الخير. صباح النور. الأستاذ سعيد صدوت رئيس النيابة. أولاً بيسعدني أني أوجه الشكر للصحافة باعتبارها أول من حرك القضية، وده دليل على أن اللي بتكتبه الجرايد لما بيتسم بالموضوعية والبعد عن الإثارة بيجد دائماً صدى. إيه اللي تم في التحقيق يا فندم؟ قرار الاتهام صدر وحيوزع على حضراتكم دلوقتي. هل صحيح النيابة هتفرج عن المتهم أحمد سامي بكفالة لحد موعد المحاكمة؟ لا أبدا، الكلام ده مش مظبوط إطلاقاً. طب وحالته الصحية يا فندم؟ حالته الصحية جيدة جدا بشهادة طبيبه الخاص. أي محاولة لنقله إلى مستشفى خاص مرفوضة تماما. القانون ما بيحبيش حد. اللي حيسري على بقية المتهمين حيسري عليه. أرجوكم تكتبوا عن لساني إن المجتمع اليوم بيرفع شعار الطهارة والإنتاج. الرشوة بكل المقاييس عملية فساد وإفساد لا يمكن السكوت عليه. هاي حبيبتي طمنيني. شوفي يا مدام سامية، خلينا صراحة مع بعض. أنا بعد اللي شفته النهاردة وجهة نظري ما اتغيرتش، بالعكس دي اتأكدت. متهيألي الرقم اللي حضرتك قلتيه وهو 20,000 جنيه ده رقم متواضع قوي. متهيألي أرباح المستشفى دي ما تقلش عن 50,000 جنيه في السنة. بس يا حبيبتي أنا شوفي يا سامية هانم، احنا لازم نكون صراحة مع بعض. وبعدين حضرتك عايزة تخبي الحقيقة عني ليه؟ تعجبيني؟ انا هكون صريحة معاك. انا في حياة الدكتور الله يرحمه كان ايراد المستشفى كله ليه انا والبنت. يوم النهاردة عشان خلفت بنت مش ولد اهل المرحوم يشاركوني في الايراد. مش كفاية الراجل اللي راح مني؟ مين يقول كده بس؟ والله اللي يقول كده شرع ربنا ونعم بالله. بس اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. اعيش ازاي انا والبنت اليتيمه المسكينه دي؟ مامته واخواته هياخدوا اكتر من نص الايراد. ده ظلم، محدش يرضى بكده ابدا. يا مدام ساميه، قانون المواريث ده قانون الهي، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن هيظلم ابدا. ونعم بالله. بس اسعى يا عبد وانا اسعى معاه. ازاي عايزاني اقول لهم حقيقه الايراد؟ أنا آسفة يا مدام سامية، مش هقدر أبداً أقدر ظروف حضرتك وأغالي ضميري. لا لا سمح الله، وأنا مرضاش. بس في حاجة اسمها عدل. عدل؟ العدل يعني إن وافق على كل اللي كاتباه حضرتك؟ على العموم يا حبيبتي أنا مش هلح عليكي دلوقت، أنا عارفة إنك مستعجلة، لكن أنا مش بعمل ده لنفسي، أنا بعمله للبنت الغلبانة المسكينة اليتيمة. على العموم لما تروحي بقي راجعي نفسك، وانا متاكده انك ضروري هتنصفي البنت الغلبانه دي. بس انا برضو متاكده اكتر ان رايي مش هيتغير عن اذن حضرتك. على فين؟ مش ممكن. انا وعدتك ان سواق هيوصلك، مش معقوله اتعبك وبعدين اسيبك. باي باي. لسه عندك شغل؟ يعني مش كتير. وانا همشي دلوقتي، عايز الحق المحلات قبل ما تقفل عشان نشتري هديه لنادي. صحيح، كل سنه وانت طيب يا سعيد. وانت طيب يا كمال، عقبالك. عايزين نفرح بيك بقى. ربنا يسهلها.
سلام عليكم. مع السلامة سعيد. متشكرة لحد كده. العفو يا فندم، بس أنا ضروري أوصل لحضرتك. لا لا معلش، كفاية لحد كده، واشكر لي سامية هانم قوي. حاضر يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. طلب حضرتك بالظبط. ايوه فعلا مظبوط. امال فين بقيه الطلبات؟ عند ياسر. ياسر شوف الهانم. ايه يا استاذ ياسر، امال فين بقيه الحاجه؟ ياسر حضرتك يا فندم. ايه راي حضرتك؟ حلوه قوي ده. اتفضلي حضرتك كفايه بخاسر. حاضر. اتفضلي يا فندم. لا بعدين بعدين. طيب انا جاي اهو. مساء الخير يا طنط. اهلا يا سعيد. ناديه مش هنا يا سعيد. الله، هي لسه ما جاتش؟ ابدا يا سيدي، جيت وخبطت على الباب ما حدش رد عليا، فتحت بالمفتاح اللي معايا ما لقيتش حد جوه، مع انها قايله لي في التليفون انها هتاخد اجازه النهارده. بنتك اصلها بتحب شغلها. ما انا عارفه يا سعيد، بس كده هتتاخر خالص. هو انت ما فتش على الحلواني؟ انت مش عارفه نادى يا طنط، لازم تطمن على التورته بنفسها. على يا ستي، اي فرصه كويسه عشان افرجك الهديه اللي جايبها لها. الهديه؟ ايه رايك؟ الله، دي حلوه خالص. تسلم ايديك يا سعيد، تعيش وتجيب لها. ربنا يهنيكوا ببعض يا حبيبي. اخبيها بقى عشان عايز اعمل لها مفاجاه. اللي تشوفه يا سعيد، ولو اني مانيش عارفه اتاخرت كده ليه. مدام ساميه، مدام ساميه، مدام ساميه، مدام ساميه، مدام ساميه، مدام ساميه، مدام ساميه. هي خبرين. هي فين؟ هي نايمه. نايمه؟ طب صحيها، ما هو انا هقابلها. يعني هقابلها؟ مش ممكن يا مدام، ده ميعاد نومها كده. طيب انا ليا اجراء تاني معاها، اما اشوف ازاي تتجرأ وتعمل معايا انا الحركه الحقيره دي. ايه في ايه؟ خليها تتفضل يا اسماعيل. هي فين؟ هي فين؟ يا حبيبتي مالك؟ في ايه يعني؟ مش عارفه مالي؟ مش انا اللي تعمل معايا الحركه الحقيره دي، مش انا تشتريني بفلوسك يا هاني. فلوس؟ وهي دي برضو اسمها فلوس؟ دي ردت كلام لغايه ما تكتبي لي التقرير وانا تحت امر. وكمان بتعترفي يا مجرمه؟ ده انت انسانه بشعه. ايه ده، انت بتشتميني في بيتي كمان؟ بيتك؟ ده انا كان ممكن اخرب بيتك لولا بنتك المسكينه اللي محتاجه لك. انا كان زمان دلوقتي اشتكيتك في النيابه. بس يا حبيبتي اوعي تنطقي الكلمه دي. انت فاكراني مين؟ الوه سمعتي واخون ضميري عشان اداري على المستندات المزوره اللي مقدماها؟ لا يا هاني، ده انا هكتب عليكي حته تقرير اخليهم ينزعلوا صايع عنك لانك انسانه معدومه الضمير. للاسف انت اللي يمكن ابدا تكوني امينه على بنتك ما دام ده اسلوبك مع الناس. اتفضلي وعلى الله اشوفك في مكتبي تاني. انت فاهمه؟ الو؟ ايوه انا عزيز.
مال صوتك بترعش كده ليه؟ البنت مرات سعيد يا عزيزي اخويا، عملتلي فيها شريفة، دي هددتني ترفع عني الوصاية، مش بعيد انها تبلغ النيابة كمان. براحتها بقى. لا لا لا، الموضوع بقى في مصلحتنا اكتر. ايوة لا، انا في السوق وداير اكتر منك، ولا تشغلي فكرك ابدا يا سامي يا اختي. ايوة سيبيلي الموضوع ده خالص. الله، جري يا سامية، دي لعبتي. مش عندك كوافير؟ طب اطلبها في الشغل يا سعيد، يمكن تكون لسه في المكتب. شغل ايه بس لحد دلوقتي؟ دي الساعة 5:30. امال بس يا اخواتي هتكون راحت فين؟ يا رب سوقك يا نادية. نادية، السلام عليكم. اهلا يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. الله، هو انت لسه ما جبتيش الطلبات يا نادية؟ انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا نادية؟ معلش يا سعيد، اصل في شوية حاجات حصلت النهاردة. حاجات؟ حاجات ايه؟ حاجات ما كنتش اتصور ابدا اني ممكن اتعرض لها في يوم من الايام. حاجات زي ايه يا نادي؟ انت كنت في شغل لحد دلوقتي؟ ما ترد عليا. خلاص يا سعيد، هي كانت شويه مشاكل وانا حلتها الحمد لله، خلاص اتحلت. ايه اللي اخرتك لحد دلوقتي؟ ما تشغلش بالك يا سعيد، دي كانت مشكله بسيطه قوي في الشغل وانا الحمد لله حليتها. على فكره قبل ما اروح اعمل شعر عند الكوافير تكون رحت جبت التورته من عند الحلواني واجيبوني الحجز اهو. اتفضل. ايوه بس ايه يا سعيد، يلا بسرعه، الناس زمانها جايه، انا مش عاوز ابوظ الليله. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ماما نامت من المغرب، انما سيبك انت من ماما. جرى ايه بنتي يا نادي؟ انت ايه حكايتك؟ حكايه ايه؟ مش واخده بالي. يعني فات سنه على جوازكم اهو ولسه ما شفناش حاجه صغيره كده. اه، اصل انا وسعيد مش هنقدر على تربيه الاولاد والشغل. ليه؟ هي معضله، ما كل الدنيا بتشتغل ما منعوش خلفه. سيبكوا بقى من الكلام في الموضوع ده، يلا بينا عشان نلحق نطفي التورته. اتفضلوا. والله احسن برضه. اتفضلوا. اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضلي يا كمال. اتفضلوا. اتفضلي. اتفضلي يا كمال. اتفضلي يا مدام زين. اتفضلي يا عم. منورين. اتفضلي يا مدام زين. اتفضلي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. قرار الاتهام في قضية الرشوة سعيد ثروت، جرائم المتهمين فساد وإفساد بكل المقاييس. ها
الظاهر سعيد بيه ثروت مش ناوي يهدى. انا كمان ناويله على ارصى. ارصى هتلزمه حدوده. انا خايفة على احمد منه قوي يا عزيز. انت مش بتقولي مراته جت لغاية الفيلا وهددتك؟ ما هي دي المصيبة. يا ريتني ما سمعت كلامك. زمانها كتبت تقرير زي الزفت. وهو ده المطلوب. انت اصلك مش فاهمه انا هقلب عليه الترابيزه ازاي. سياده المدير العام عاوزك يا استاذه. اما خلص اللي في ايدي. بس عدم المؤاخذه يظهر ان في حاجه مستعجله. هم عدم المؤاخذه مش هيصرفوا لنا الحوافز يا استاذه. اتفضلي استريحي يا استاذة. حضرتك شفت التقرير ده؟ تقرير ايه يا فندم؟ اللي كتبته الاستاذة نادية احمد هلال ضد الوصية السيدة سامية فيضي. ايوه طبعا. ايه رأيك؟ يمكن يا فندم التقرير يكون حاد شوية، لكن المستشفى شغالة ومش ممكن تكون بتصفي المبلغ اللي اقرت بيه الوصية. أنا قصدي رأيك في نادية أحمد هلال شخصياً. نادية موظفة شغالة يا فندم وما فيش أي غبار عليها. طب شوف البلاغ ده متقدم ضدها. جالنا من مكتب النائب العام. النائب العام؟ نادية موظفة فاضلة وعلى خلق. على كل حال أنا هحول لك البلاغ. خدي أقوال نادية واكتبي الرد واعرضيها عليا. مفهوم طبعا. دي مسألة تمس سمعة المكتب كله وضروري تتعالج بمنتهى الدقة والحسم. طبعا يا فندم. طبعا. يا ستي يا ستي انت عايزه تجننيني؟ ايه اللي انت جايبهولي ده؟ عقود الايجار. مش حضرتك عايزه تعرفي البيت بيصفي كام؟ تقومي تجيبي لي عقود الايجار. ما كانش حد غلو. انت عايزه تغلبيني معاكي ليه بس؟ العقود دي مش مسجله، يعني ممكن السكان يكونوا مجاملينك او يمكن تكوني كاتباها من غير علمهم. يا ريت ما كانش ده بقى حالي. يا ريت نعرف امضي اسمي. معقول هزور عليكي؟ والله ده مش شغلي. يعني ايه؟ تفضلي مشوراني كده راحة جاية راحة جاية واخدة السكة قياسة. اهو ده النظام. وبعدين فين وصل العوايد؟ ايه؟ عوايد كمان؟ بقولك ايه؟ حضرتك عايزانا بيع ولا مش عايزانا بيع؟ والله لما توبي تستوفي كل اوراقك نبقى نشوف، واذا معرفناش نحدد لك خبير على حسابك. ايه؟ طب يلا يا ابني مفيش فايدة. ايه بس اللي حصل؟ ايه الحكايه؟ سعاد ما تفهميها بالراحه انت عايزه ايه بالظبط. اكتبي لها كل المستندات المطلوبه وهي تجيبهم لك مره واحده. مش معقول كده. سعاد فين نادية؟ سعاد طلعت تعين مصنع شنط. مش حضرتك برضو اللي مضيت لها على الماموريه؟ ايوه ايوه. طيب اول ما ترجع خليها تعدي عليا. حاضر. تعالى هنا. فندم. ايه اللي حاصل بالظبط؟ انا مالي يا استاذه؟ البيه المدير هو اللي قالب الدنيا وموقفها على رجل. ليه؟ بمناسبه ايه؟ وبعدين توديني في سين وجيم؟ بالعربي كده؟ بخصوص الاستاذه نادية. نادية؟ مالها؟ بيقول سلام. اهلا يا نادية.
اهلا اهلا. ايه يعني جيتي بدري وما تاخرتيش؟ ابدا، الموضوع طلع بسيط، ما خدش مني كتير. ما انت حللت العقد يا نادية. طبعا، مش كله بتمنه؟ تمنه؟ تقصدي ايه يا سعاد؟ ايه انت سألتي قوي كده ليه؟ انا بضحك معاكي. الله، حلوه قوي الشنطه دي. يا سلام، يعني ما شفتينيش انا داخله بيها الصبح؟ غريبه، افتكرتك استلقطيها من المصنع اللي كنتي بتزوريه. اس ايه؟ استلقطتها؟ من امتى انا بستلقط شنط من العملاء اللي بعمل لهم شغل؟ ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده يا سعاد؟ انا عارفه لها بقى. لا، انت تعرفي كويس قوي، من ساعه ما دخلت الصبح وانت بتلمحي عليا بكلام كده، حصل ايه ده كله؟ احنا من حد يقدر يتكلم؟ روحي شوفي مدام زينب عايزاكي في ايه، يكون احسن برضو. جالكوا كلامي؟ شفتوها مرتبكه ازاي؟ اكيد في حاجه غلط في الموضوع، ولازم الحقيقه هتبان. يا جماعه، انا مش داخل دماغي ابدا ان ناديه تعمل كده. اصلك طيبه وعلى نياتك، انا بقى اعرفها من ايام الكليه، طول عمرها طماعه، تموت وتاخد اللي مش ليها. تحقيق ايه بعد ما طلعتوني حراميه وبرتاشي؟ اهدي بس علشان نلم الموضوع ونوصل للحقيقه. نوصل للحقيقه؟ مدام زينب، حضرتك عندك شك اني ممكن اكون عملت حركه حقيره زي دي؟ وبعدين اللي عاوزه تلم الموضوع ما تروحش تنشره وسط المكاتب. ناديه، انت يظهر مش دريانه، انت بتقولي ايه؟ لا، انا دريانه كويس قوي. انا بقول ايه؟ عن اذنك يا ناديه، انت بالشكل ده بترفضي التحقيق؟ ايوه رفضاه، وانا بعد كده هعرف اوقف كل واحده ازاي عند حدها. مشيتوا ليه؟ هتكملوا كلام؟ مش خلاص بقيت برتشي وبقبض من العملاء؟ والله يا نادية انا ما فتحت بقي بكلمه ولا مصدقه اي حاجه من اللي بتحصل دي. ولا انا كمان يا نادية. كفايه انا مش بعتب عليكم، انتوا مش غلطانين، انا بعتب على زميلتي اللي طول عمري فاتحه لها بيتي وبعملها زي اختي بالظبط. انت بتزعقي كده ليه؟ ما تروحي تتشطري على اتهاماتك وقدمت فيك البلاغ. حاضر يا سعاد، انا بكره هثبت براءتي، بس بعد كده ما حدش فيكم ابدا هيستاهل لا الحب ولا الوفاء اللي كنت بتعامل بيه معاكم. اسمعي بس يا ناديه، ما تخرجيش وانت زعلانه. ابعدوا عني، مش طايقه ابص في وش حد فيكم. خلاص، ما فيش ولا واحده فيكم ترد خيبتي بكلمه، كلمه تدافعوا عني بيها. حرام عليكم. عاجبكم كده؟ كله منك انت يا سعاد. ايه، هدوا نفسكم، انتوا هتاخدوا من الكلام ده برضو. على اي حال التحقيق هيخلص وهنشوف. وتام احمد سامح ابراهيم، انت ايه علاقتك برئيس مجلس اداره الشركه؟ صديقي، علاقه صداقه. السؤال خارج عن موضوع القضيه. امال صميم القضية ايه يا استاذ؟ ايه اللي يدفع المتهم انه يدي رئيس مجلس ادارة الشركة عربية قيمتها 70,000 جنيه؟ الدفاع معترض على السؤال، لان الاجابة الوحيدة ان الهدية او الرشوة بالمعنى الاصح تمت بهدف ارساء العطاء على المتهم. السيد ممثل الاتهام يلوي الوقائع لاثبات التهم على موكلي. بس رئيس مجلس الادارة معترف فعلا بعلاقة الصداقة اللي بينهم يا سيادة الرئيس؟ صداقة ايه اللي تمنها 70,000 جنيه يا استاذ؟ ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة. شد حيلك يا احمد، باين والله يا عزيز بيه.
سامية أمال ما جاتش ليه؟ أنت فاهم ظروفها مع أهل جوزها الأولاني. أنا عندي ليك أخبار حلوة قوي، جت بظروفها لحد عندنا، هتشلفط القضية خالص وننتهي من سعيد ثروة تاني الأبد. طمنا الله يخليك. لا، لما أملأ إيدي بالموضوع قوي هرسيك على كل حاجة. ربنا يوفقك. ما قالتلكش عايزة إيه؟ في الحقيقة ما قالتش، لكن اتصلت 4 مرات وأنت في الجلسة. غريبة. الو، ايوه يا نادي. الحقني يا سعيد. ايوه تعالى لي دلوقتي. ايوه دلوقتي حالا ارجوك يا سعيد. ايه يا ناديه، في ايه؟ مالك؟ طب اهدي بس ارجوك، اهدي. لا ما اقدرش اجي دلوقتي ابدا، انا عندي جلسه كمان 10 دقايق. لا متشكره، مش عاوزه منك حاجه. مع السلامة. كفاية بقى يا نادية، انت عارفة طبيعة شغلي، ما كانش ممكن ابدا اسيب الجلسة واجي وتسيبني وانا في الحالة دي. ده انا مطعونة في شرفي وسمعتي يا سعيد. انت الحق عليكي، ايه اللي خلاكي تخبي عليا لحد دلوقتي؟ كان لازم تبلغي النيابة وتثبتي الواقعة والفلوس في شنطتك. انت بتحاسبني ولا المفروض تقف جنبي وانا في الورطه المهببه دي؟ انا مش شايف قدامك حل غير انك تقولي كل اللي حصل في التحقيق. هي دي النصيحه اللي قدرت عليها؟ واحد غيرك كان زمانه قلب الدنيا عشان خاطر مراد. الله ناديه، انت عارفه كويس حساسيه مركزي. مركزك؟ مركزك ولا مراتك؟ ده انت من ساعه ما دخلت يا سعيد ما سمعتش منك غير كل تأنيب، زي ما اكون مرتشيه بصحيح. انا سايبك تفضفضي عشان عارف انت منفعله قد ايه، لكن ارجوكي بقى تفكري بعقل شويه. يا حبيبتي، يا حبيبتي سمعتك يا سمعتي، مش ممكن اسمح لاي حد بانه يمساها، بس لازم تفهمي ان الغلط غلط محدش يداري عليه مهما كان السبب. برضه هيرجع يأنبني تاني. يا نادي يا حبيبتي انا مش بأنبك، انا بفهمك، بفهمك. على كل حال انا متاكد انهم بعد ما هياخدوا اقوالك هيحفظوا التحقيق. مش هو ده اللي انا قلته لك؟ اتعصبت عليا وزعلتي زميلاتك منك. اعذريني يا مدام زينب، كانت حالتي وحشه قوي، ما كنتش عارفه بقول ايه. حصل خير، حصل خير. ابقي فوتي على المدير العام وقولي له انك موافقه على التحقيق. القرار ده متاخر قوي، انا حولت الموضوع للنيابه العامه. انا متاسف، انت رفضت التحقيق اللي داري، كان لازم اعمل كده. يا بنتي يا حبيبتي قومي كلي لك لقمه تسند طولك، ما تعمليش في نفسك كده. سيبيني يا ماما اعملي معروف. ده غلب ايه ده بس يا اخواتي؟ ابوك الله يرحمه عاش ومات ما دخلش اسم البوليس، وهو سعيد هيفضل يتفرج عليكي كده لغايه لما يودوك النيابه؟ سعيد انت مش هتشوف لك حل في ناديه؟ ولا هتفضل سايبها كده مقطعه نفسها من العياط؟ في الحقيقه انا مش فاهم، اكيد في ايد ورا الموضوع هي اللي كبرته بالشكل ده. ايه؟ اوعى تكون متصور ان بنتي ممكن تمد ايدها يا استاذ سعيد. ارجوك يا طنط ما تفهمنيش غلط. ايوه احنا مش وش الكلام ده، احنا طول عمرنا ناس نعرف ربنا واسال علينا. وانا لسه هسال عليكوا دلوقتي. امال حاطط ايدك في ميه بارده ليه؟ عشان خايف مني على سمعته يا ماما، ما تقولها وتخلصني يا سعيد. يا نادية افهميني، انت مراتي، يعني ما فيش حد في الدنيا هيهمه مصلحتك وسمعتك قدي.
خليه يتفضل بسرعه. حاضر يا فندم. اتفضل يا بيه. اهلا 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 يا سعيد. اهلا اهلا. اتفضل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله. خير تحت امرك. في الحقيقه انا عايزك تنسى لحظه ان زميلك وان احنا اتمرنا مع بعض. انا جاي لك في مساله شخصيه. خير يا سعيد، انا تحت امرك. اظن انك مكلف بالتحقيق في الشكوى المقدمه من ساميه فايز ضد ناديه احمد هلال. ناديه احمد هلال؟ اه بتاعه المجلس الحاسبي. مظبوط. دي يا سيدي متهماها اتهام صريح بالرشوه عشان تمشي لها اوراقها. تصور، ست ارمله وبتربي اسره تتعرض لابتزاز رخيص من النوع ده من مين؟ من موظفه مسؤوله ودارسه قانون. ناديه احمد هلال دي الست بتاعتي. فندم. ايوه ماجد. ناديه تبقى مراتي. أنا آسف يا سعيد، بس يا ترى ده سبب زيارتك؟ أنا قلت لك في الأول إن أنا مش جاي لك بصفة رسمية، بس من حقي إن أنا أطمن على موقف مراتي من تهمة زي دي. أيوة يا سعيد، بس ده ما يلغيش وضعك باعتبارك زميل، وأظن زيارة زي دي. أنا مش جاي بهدف إن أثر على سيرة حقيقة. وأنا ما أجرؤش أقول كده يا سعيد، بس زي ما اتعلمنا إن أبسط واجبات وظيفتنا دي بتحتم علينا ما نكونش رأي غير بعد ما نسمع الطرفين وبدون أي مؤثرات خارجية يا سعيد. أيوة ماجد، بس سعيد أظن كان من الأفضل إنك توكل محامي للهانم بدل ما تتعب نفسك وتيجي لحد هنا. سيدي دي بس مية بره. خليها تستنى شوية. حاضر. قهوتك إيه يا سعيد؟ لا معلش حسام، معلش استاذن انا دلوقتي. سعيد ارجوك تكون متفاهم موقفي. بالعكس انا بعتز جدا بموقفك يا ميت. انا اللي ورطت نفسي بالزياره دي. السلام عليكم. مع السلامه. ولا يهمك. الله يسلمك. مع السلامه. اتفضلي يا فندم. اسمع كاتبين ايه؟ شخصية قانونية اقترن اسمها بالتحقيق في قضية معروضة على محكمة القيم تضغط على النيابة العامة لتبرئة الزوجة. زوجة المسؤول متهمة في قضية رشوة. مستحيل تسكت على خبر زي ده. هعمل ايه؟ هعمل زي اللي على راسه بطحة؟ مش هينوبني غير ابقى خبر يرفعه بيه التوزيع. فرصة يكلموا فيها عن حرية النقد وحق الصحافة في حماية مصادر معلوماتها. أمال ناوي تعمل إيه؟ لازم أسكت. ما كانش المفروض أروح لماجد أبداً. كنت مضطر يا كمال. محدش أبداً حاسس بالأزمة اللي معايشاني فيها نادية. أنا عارف مين بيوصل الكلام ده للجرايد. ما ده اللي محيرني. ماجد انا عارفه كويس ومتاكد ان الخبر لا يمكن ابدا يتسرب عن طريقه. يبقى مفيش غير صاحبه الشكوى. طب هتعرف منين ان انا رحت له؟ ثم ايه مصلحتها في انها تكبر الموضوع بالشكل ده؟ الخبر مكتوب كان انا اللي مقصود بيه بالظبط، كانها محاوله متعمده لتشويه صورتي. مش عارف يا سعيد، أكيد في أكتر من علامة استفهام حوالين الموضوع ده. يا بنتي يا حبيبتي، ده أنت لحد امبارح ما كنتيش قادرة تصلبي طولك. الحمد لله يا ماما، أنا دلوقتي بقيت أحسن. طب كنت تنزلي مع سعيد بدل الشحططة في المواصلات. سعيد، أنا حاسة إني ضغطت عليه كتير قوي يا ماما، لدرجة إنه مش قادر يسامح نفسه عشان خليته يقابل رئيس النيابة. والله يا نادية يا بنتي، أنا لو منك تكني في بيتك بقى وتخلي بالك من نفسك بدل البهدلة وقلة القيمة دي. يعني عاوزاني أعمل إيه بس يا ماما؟ ارمي لهم استقالتك،
يا ست الله الغني عن الخمسين ملطوش دول اللي بيضيعوا في المواصلات وفي الشرابات. أقدم لهم استقالتي بالبساطة دي يا ماما بعد دراسة السنين دي كلها؟ لا، وما أقدمش استقالتي إلا وأنا متهمة علشان أأكد التهمة على نفسي. ساعتها بقى يقولوا إنها قدمت استقالتها متهربة من التحقيق. لا يا ماما، مش أنا اللي أعمل كده. أنا مش ممكن أبداً هسكت إلا ما أثبت براءتي إن شاء الله. عن إذنك. مع السلامة يا بنتي، مع السلامة. يوه، دي البنت ما كانتش حاجة، لا فطرت ولا شربت حتى فنجان الشاي. يا حول الله يا رب، مقهورة على نفسها يا ضنايا، وأنا محتارة يا إخواتي مش عارفة أعمل لها إيه. أعمل لك إيه بس يا نادية؟ ايوه يا ست هانم، انا ست غلبانه وحدانيه وبجري على التام ولوحدي ماليش ضهر. معلش، مش انا قلت لك قبل كده ان ورقك مش عندي؟ ايه برضه البركه فيك. ايه ده؟ 5 جنيه؟ وان شاء الله لما الورق يمشي هديكي واحده زيها. يمشي؟ خدي وديه، خدي وديه. بقولك فوتي قدامي هوديكي في 60 داهية. ما والله عملتها من غير قصدي، عملتها من غير قصدي. فوتي قدامي يعني مش انا ما جنبنا في اللي حصل؟ خلاص سمعتي وصلت لحد العملاء كمان. اتفضلي ولاد الحلال هنا عندنا في المكتب دلوها انها ترشيلي بال5 جنيه دي. انت مجنونه؟ خدي فلوس، خدي فلوسك وطلعي يلا على برا. مش هتطلع على برا الا لما تقول مين اللي حرضها انها تعمل كده. هم انا قلت لاولاد الحلال هم دلوني يعملوا معروف. عارفه لو ما قلتيش انا بنيتك الليله في السجن. سجن يا خراب يا ستي، سجن. يا ناديه يا سجن ايه بس؟ مدام زينب، مش مفروض الغلطه دي ان انا ما اكررهاش تاني؟ معلش غلبانه ما تفهمش. لا مش غلبانه، اللي دلها على كده ممكن يخليها تشتكيني. ما انا خلاص بقيت المطاشه هنا عندكم. اهدي يا ناديه، اهدي. اهدى اتأسفي لها يا ست. امشي حاول ويلا على بره. من عينيا الاثنين. ايدك يا بوسه يا ست هاني. يلا ايدك يا بوسه. اعمل ايه؟ ما هو من غلب من مراري يا اخواتي. ما تكتريش في كلام، ما تكتريش. يلا ما كنت طيبه يا حبيبتي مالك؟ خدي فلوسك معاكي. حاضر حاضر، اهم اهم خدتكم. يلا حاضر. يا لهوي احمدك واشكر فضلك يا رب. سجن يا خرابي، يا تنتي يا دهودي، سجن سجن. اقعدي يا ناديه. اشربي ايه؟ اشرب ايه بس يا مدام زينب؟ عارفك اللي بيحصل ايه ده كله؟ ما هو انت يا ناديه اللي بتحرجي نفسك وبتحرجيني معاكي. انت ايه اللي جابك النهارده؟ جابني النهارده؟ ليه؟ انا مش مفروض اجي شغلي؟ معلش، انت لازم ما ماضيتيش على القرار. يا ناديه، يا نادية انت موقوفة عن العمل. موقوفة؟ ايوه. امال انا مشيت الست ليه؟ عشان الحكاية ما تكبرش. انت مش المفروض تتواجدي هنا خالص. متزعليش نفسك يا نادية، ده مجرد اجراء شكلي لحد ما ينتهي التحقيق. يا ريت تفوتي على شؤون الحاملين علشان تمضي على القرار بالعلم. حاضر حاضر يا مدام زينب. انا اسفه اني جيت النهارده، انا اسفه. ناديه ناديه، خليكي لحد اعصابك بعدين. ده اكتر من كده الست فين يا رجاء؟
ايه في ايه؟ ما تنطق. في واحدة ست عايزة حضرتك بره. واحدة ست؟ ايه ملهاش اسم؟ انا يا هانم والدة نادية اللي حضرتك شاكيها في النيابة. اهلا وسهلا، خليها تتفضل في الصالون يا رجاء. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا هانم. انا اسفه معلش اتاخرت عليكي شويه، ما عندكيش فكره البنات بتوع البيديكير بقوا متعبين قد ايه. لو فوتت معادي النهارده ما كنتش هقدر اتلم عليها ولا بعد اسبوع. الدنيا كلها تعب، الله يكون في العون. اتفضلي. امال الاموره الصغيره فين؟ انا مش شايفاها. منال بنتي ما هي في المدرسه الداخليه، ما بتجيش الا كل شهر مره. يا خساره، ماليش نصيب اشوفها. اوعي تكسفيني، انا جايبه لها حاجه بسيطه كده على اسمها. دي هديه من مدام ناديه. ناديه يا حبيبه الله يكون في عونها، هي دريانه بروحها، دي حتى ما تعرفش والله ان انا جايه لحضرتك. متشكره قوي على الهديه دي. على العموم هي صحيح الحاجات الحلوه بتتعب سنان البنت، لكن معلش. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا هانم، انا في الحقيقه جايه اعتب عليكي. تعتبي عليا ليه؟ خير، ربنا ما يجيب عتاب. انا برضو قلت لنفسي كده اول ما شفت حضرتك، مش معقول ولاد الاصول يجرجروا بعض في المحاكم وفي الاقسام. والله احنا مش وش كده ابدا يا هانم. جوزي الله يرحمه والد نادية عاش ومات الدنيا كلها تحلف بحياته. تصدقي حضرتك برضو ان نادية تمد ايدها يعني تطمع في حاجة مش بتاعتها؟ ما يحصلش ابدا يا هانم، ده لازم حصل سوء تفاهم، اكيد حضرتك فهمتيها غلط. يا جوز؟ لا مش يا جوز، ده اكيد، دي بنتي وانا عارفاها ومربياها. نسيتيني، حضرتك تشربي ايه؟ انا ضيافتي انك تسحبي الشكوى عشان ما تظلمهاش. والله يا هانم دي لا بتاكل ولا بتشرب لما حالتها بقت صعبه خالص، مش عشان خاطرها هي، عشان خاطر قلب الام. حضرتك ام وعارفه الضنا غالي قد ايه. طبعا، وانا ما يخلصنيش. افندم جيبي حاجه ساقعه بسرعه. ما تتصوريش حضرتك انا حبيتك من اول ما شفتك قد ايه. مساء الخير يا نادي. اهلا يا سعيد. كنت خارجه ولا ايه؟ ابدا، انا لسه راجعه من الشغل من شويه. برافو برافو. أنا راجعة موقوفة يا سعيد. النيابة وقفتني عن العمل. ماجد، غريبة، إيه اللي يخليه صاعد الموقف بالشكل ده؟ على العموم ما تخافيش، ماجد ده إنسان مخلص جدا في شغله. أنا متأكد إنه بمجرد ما ياخد أقوالك الحقيقة هتبان وكل شيء هيتضح. ده برضو كان رأي مدام زينة، بس أنا صعبان عليا نفسي قوي، سمعتي بقت على كل لسان. اتصور يا سعيد، ست غلبانة النهاردة من العملاء عندنا في المكتب بترشيني بخمسة جنيه عشان أمشيلها شغلها. أنا مش عارفة مين اللي فهمها تعمل كده. حتى سعاد اللي كنت بفتكرها اختي وصاحبتي، هي كمان بقت واقفه ضدي.
سعاد انت عارفه دوافعها من الاول ايه؟ طول عمرها بتغير منك. الحمد لله انك عرفتيها على حياتها. على رايك. المهم انت يا سعيد ما تبقاش زعلان مني. انا اسفه على كل اللي حصل. اعذرني. انا اليومين دول اعصابي تعبانه قوي. ما تبقيش عبيطه. انا عمري ما زعلت منك. متشكرة قوي يا سعيد. ايه على فين؟ انت مش ناوي تتغدى ولا ايه؟ يا ريت. انا بقالي قد ايه ما اكلتش من ايديك الحلوه دي. طب يلا عقبال ما تغير هدومك هكون عملت لك اجمل اكله انت بتحبها. ماشي بس ما تنسيش الصلاه. حاضر. بقول لك ايه يا نادي؟ نعم. امال حماتي العزيزه فين؟ انا رجعت من الشغل ما لقيتهاش. يظهر انها روحت. طب كويس قوي. اسمعي بقى يا ستي، لا تدخلي المطبخ ولا تتعبي نفسك ولا حاجه. انا يعني زياده في المصاريف عزمك النهارده على الغدا، ايه رايك بقى؟ معقول يا سعيد؟ شفتي؟ شفتي لما بتضحكي البيت بينور ازاي؟ دقيقه واحده اغير هدومي واجي لك على طول. ازيك يا سعيد؟ اهلا يا طنط. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ماما؟ شفتي يا اختي جالك كلامي؟ غيرش انت بس اللي كنت ملكدة على نفسك وعلى جوزك وعليا، والست طلعت ايه؟ طيبة طيبة. يا سلام كلامها يرد الروح. مين دي يا ماما؟ حضرتك بتتكلمي عن مين؟ استني بس اما اخد نفسي شوية. يا سلام، ولا مقابلتها يا حبيبتي ولا كلامها؟ تقوليش حتة سكر؟ سكر؟ مين دي يا ماما؟ مين اللي حضرتك جاي من عندها دلوقت؟ ايه اللي جاي من عند مين؟ من عند سامية هانم. سامية هانم؟ سامية هانم اللي قدمت البلاغ في نادية؟ ومالك بتزعق كده ليه يا سعيد؟ انت ازاي تتصرفي في حاجة خطيرة زي دي لوحدك؟ مين اللي قالك تروحي؟ شرطة حد؟ شرطة قلبي. قلبي اللي واكلني على بنتي، ولا كنت عاوزني اسيبها كده تعيط ليل ونهار؟ ما حدش قالك تعملي كده، ما حدش طلب منك تتدخلي. مالها هادي وراضي الراجل اللي عايش على اعصابي؟ تقومي تروحي تاكدي التهمه على بنتك، تورطيها اكتر ما هي متورطه. كفايه يا سعيد كفايه. بس بقى بس. كل واحد لازم يقف عند حده، انا حاليا منك ولا منها. ثم لو كانت شايفاني عاجز ولا مش قادر احميكي كان يحق لها تتصرف من دماغها. ما حدش يا ستي قال لها تعمل كده، ما حدش قال لها تتصرف الغلط. كفايه. حاجه تقرف. كفايه دي كل اقوالك يا مدام سامية؟ لا طبعا، في ضغوط عليا اني ما اقولش كل حاجه. ضغوط؟ ضغوط من اي نوع؟ بصراحه مامة نادية زارتني وهددتني. سجلت ده؟ ايوه يا فندم. وايه هي ملابسات الزياره دي؟ انا شفتها بعناية الاتنين دول ومستعده اتعرف عليها. حد شافها معاك؟ يا فندم انا شايفاها وسمعاها، وهي بتقول لسامية هانم انا والدة نادية اللي حضرتك شاكياها في النيابه. وبعدين؟ ولا قبلنا يا سعادة البيه، احنا بنقول طهارة الايد ونظافة الذمة، والاستاذة نادية واللي زيها هم عدم المؤاخذة القدوة. خليك في الموضوع. وبعدين؟ ما هو ده صلب الموضوع يا سعادة البيه، اشمعنى يعني الهانم دي اللي شايلينها على كفوف الراحة؟ بصراحة قطرتهم، مشيت وراهم، شفت الأستاذة نادية بتركب عربية ألاجة آخر موديل. بصراحة كده اللون ما عجبنيش. يعني إيه؟ يعني عدم المؤاخذة الهانم حطت الأستاذة نادية تحت باطها. الأستاذة نادية متربية في مدارس وبنت أصول وعلى نياتها، إنما الهانم متودكة. هتروح فيها فين الأستاذة نادية؟ يعني بتتهمها. مين؟ الأستاذة نادية؟ حاشا لله يا سعادة البيه لما افتري على الخلق. الأستاذة نادية بتختشي تطلب مني كوباية مية، تقوم هتطلب رشوة؟ ما ظنش. ومع كل اللي هروح بعيد ليه؟ ما أنا حاولت امتحنها وجربتها بنفسي علشان أملأ إيدي. إزاي يعني؟ وزيت عليها واحدة ست غلبانة تديها 5 جنيه رشوة. يعني جريمة تحريض على الرشوة.
انا سعاده البيه. ايوه وبعدين يا فندم؟ حضرتك تسالني عن شغلي انا وبس، اكتر من كده ما اعرفش حاجه. يعني مفيش حاجه لفتت نظرك؟ لا. ولا سمعتي؟ لا. يعني ما تعرفيش اي حاجه؟ ما اعرفش. طب اتفضلي امضي. امضي يعني ما فيهاش اي مسؤوليه عليا يا فندم؟ انا ما اعرفش، انا عن نفسي ما شفتش اي حاجه. ايوه يا فندم اعرفها، احنا كنا زمايل في كليه واحده، بس انا كنت سابقاها، كنت زميله سعيد جوزها. يعني ما لاحظتيش عليها حاجه؟ فسري كلامك شويه. الحقيقه يا فندم ناديه متسرعه، يعني تخلي الناس تشك فيها. ازاي يعني؟ يعني كتير قوي كنت اقول لها يا نادية احنا دورنا مش اننا نسير العمل، يا نادية بلاش ان انتي تتبسطي مع العملاء هياخدوا عليكي. كانت تقولي دي بيروقراطية وتعقيد. قال يا فندم ده تعقيد؟ عندك وقائع محددة؟ لا، هو انا كنت معاهم. حضرتك اسأل الست اللي هي بلغت عنها. هل لديك أقوال أخرى؟ لا يا فندم، الله يكون في عونها، أهي برضو زميلتنا. كذب كذب، ماما مش ممكن تعمل كده أبدا أبدا. هتضطريني أستدعيها. أنا ممكن أعمل لها عرض قانوني وأخلي كل الشهود يتعرفوا عليها. أظن ده يبقى شكل وحش قوي في حق والدتك. راحت للسيدة سامية في الفيلا ولا لأ؟ بس ما كانش قصدها ابدا انها تهددها. امال كان قصدها ايه؟ هو يا فندم كان سوء تصرف من امي، بس مش مقصود. وركوبك العربيه مع ساميه وزيارتك ليها في الفيلا وسكوتك عن المبلغ اللي ادعيت انها دسته لك في شنطتك برضو كان سوء تصرف مش مقصود. ما كنتش اعرف ان الدنيا بقت وحشه للدرجه دي. المجرمه انا كل ذنبي اني سابت على البنت الصغيره ان اسجن امها، بس هي دي كل الحقيقه يا فندم. اقفل المحضر على ذلك مؤقتا، وينبه على بقيه الشهود، ويفرج عن السيده ناديه احمد هلال بضمان وظيفتها. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. الإدعاء جاهز؟ لنا كلمة قبل مرافعة الإدعاء. أقدم مذكرة. تفضل يا أستاذ سعيد. دي مسألة متعلقة بالسيد ممثل الإدعاء وفي صميم الإجراءات. مسألة إيه؟ السيد ممثل الإدعاء ترى في خصومة شخصية مع موكلي، ولا ندري لماذا يخفيها إلا أن يكون لغرض في نفس يعقوب. الإدعاء بريء من الخصومات والأغراض إلا ما يمس حق المجتمع الذي تمثله النيابة. حق المجتمع لا يعطي الحق للسيد ممثل الإدعاء أن يقف بين يدي عدالة المحكمة يكيل الاتهام لموكله، رغم علمه بكل الحقائق الموجودة في هذه المستندات. مستندات إيه؟ أولاً أسيمة الزواج الخاصة بموكلي السيد أحمد سامح إبراهيم وبين السيدة سامية فايزي. ثانياً صورة من قرار النيابة بوقف المدعوة نادية هلال المعاونة بالمجلس الحزبي عن العمل بتهمة الإخلال بمقتضيات واجبها الوظيفي، وذلك بأن طلبت رشوة من السيدة سامية فايزي المنظورة أمام العدالة. ثالثاً، من فضلك إيه علاقة ده بموضوع الدعوة؟ نحن لا نخفي الحقائق عن عدالة المحكمة، إن هذه الموظفة المنحرفة للأسف هي زوجة السيد ممثل الإدعاء. يقف وبيته من زجاج، يقذف موكلي بالأحجار. الإدعاء له رد على ذلك؟ الوقائع
دامغة يا حضرات المستشارين، ولا أسعى الدفاع إلى المطالبة بتنحية السيد ممثل الادعاء وإعادة التحقيق من جديد. مساء الخير يا نادية. أهلا يا سعيد، جيت بدري يعني. هي الجلسة خلصت بسرعة ولا إيه؟ من فضلك اعملي لي فنجان قهوة. مالك يا سعيد؟ وشك متغير كده ليه؟ هي نتيجة التحقيق بتاعتي ظهرت؟ ظهرت وبس؟ ايه يا سعيد؟ طلع قرار الاتهام؟ ما تتكلم، مخبي ليه؟ أرجوكي تسيبيني لوحدي شوية يا نادية. الظاهر هنقعد أنا وأنت في البيت. الدفاع يفجر قنبلة في قضية الرشوة. ومش بس كده، برواز في جميع الجرائد بنفس المعنى. إلغاء انتداب سعيد ثروت من مكتب المدعي الاشتراكي. مش قلتلك أخوكي قرصته والقبر؟ ما تخافيش. أمال ما أفرجوش عن أحمد ليه؟ مسألة إجراءات وبكرة تشوفي. تفتكر إن أهل جوزي الأولاني هيسيبوني بعد ما عرفوا إني اتجوزت؟ مش هيلحقوا يعرفوا. قبل ما يفوقوا من الصدمة ويطالبوا بحضانة البنت، أنت وأحمد تسيبوا البلد نهائي، وأنا بقى حاضر لكم المستشفى. إمتى يا عزيز؟ إمتى؟ بمجرد النيابة ما توافق على موضوع الكفالة. ما تخافيش، طول ما أخوك جنبك ما تخافيش أبدا. إحنا مش رايحين لنادية يا سعاد. لا بلاش، أحسن تفتكرنا شمتانين فيها. الأستاذة نادية لو متهومة في قتل، العالم اللي حواليها بس يكفوها شر لسانهم. أنت بتقول إيه؟ أنا هعرف ألمك إزاي؟ أنا هكتب فيك مذكرة وحولك فيها تحقيق. اكتبي يا أستاذة، يعني هكون أعز عليكي من زميلتك؟ هو حد يعني كان قال لها تعمل كده؟ كفاية يا سعاد. أفتكر بعد اللي كتب في الجرايد واضح كويس قوي مين اللي كان السبب في الموضوع ده. أيوة يا سعاد، مهما كانت كراهيتك ليها ما توصلش لحد إننا نشمت في بعض. أنا شمتانة فيها؟ أنا بكرهها يا عايدة؟ ما تتكلموا، أنا عملت لها إيه؟ اتجننت عليها في إيه؟ مش غلطتها دي أذتنا كلنا؟ أنتوا بتبصوا لي كده ليه؟ ما تتكلموا. أنا قايمة ماشية. خديني معاك يا عايدة. فرجت يا ست هاني، فرجت الحمد لله. سجلت عقود الايجار كلها، وصلات العوايد، وشهاده من اللي هيشتري. معلش خليكي مره تانيه، انت تاخرتي. ست هاني اعملي معروف. ده انا ما صدق. اعملي معروف، ربنا يخليكي. خليكي مره سامحه معايا. عارفه نمره الملف بتاعك كام؟ ايوه يا ما انت كريم يا رب. ولا بلاش؟ أنا هخرج شوية. اللي تشوفه. بقولك إيه؟ ما تيجي ننزل سوا. إحنا فعلا محتاجين نغير جو البيت. ما تربطش نفسك بيا يا سعيد.
لو حاسس ان انا بعطلك انا ممكن ادخل اوضتي. انت بالشكل ده بتعذبي نفسك وبتعذبيني معاكي. احسن ما تظهر ان اكبر من الموقف زي ما بتحاول انك تعمل. انا ما بتظاهرش يا ناديه، احنا فعلا اكبر من الموقف. اللي اسمها سامية دي كانت بتحاول تورطك لعبة قذرة عشان تبرأ جوزها من تهمة الرشوة اللي متهم بيها. اديني ورطت نفسي ورطتك معايا. فاضل ايه يا سعيد؟ تقدر تقولي فاضل ايه اكتر من كده؟ فاضل العدالة يا نادية، العدالة اللي هتكشف دوافع سامية وتثبت براءتك. انه عدالة اللي بيصوروها على شكل تمثال ماسك ميزان في ايديه وخلاص؟ العدالة دي عام يا سعيد، وقفتني عن شغلي ونقلتك من وظيفتك. لا نادية، لا لا، عدالة عامية بمعنى انها مش بتنحاز لحد، ما بتشوفش الفوارق بين الناس، بتحطهم على قدم المساواة قدام القانون. احنا لحد دلوقتي خصومنا بس اللي اتكلموا، لسه ما دفعناش قدامها عن نفسنا. بس انا فشلت ادافع عن نفسي زي ما فشلت في كل حاجة عملتها في حياتي. مين قال الكلام ده؟ سعيد، احنا دلوقتي مش في وقت مجاملة. انا فعلا انسانة فاشلة في كل حاجة. فشلت ادافع عن نفسي، فشلت اجيب لك طفل تفرح بيه، حتى وظيفتك اللي كان طول عمرك فخور بيها فشلت ان احافظ لك عليها. شوف يا سعيد، انا مش قادره استحمل اكتر من كده. احنا احسن لنا اننا نفصل. فصل؟ انت واعية للي بتقوليه ده يا نادية؟ ايوه، احسن ما يكون كل اللي بيربطني بيك مجرد عطف وشهمة منك. مش ممكن، مش ممكن يكون ده كلام واحدة واثقة من براءتها ابدا. واجهيني هنا يا نادية، انت في حاجة حصلت بينك وبين سامي اكتر من اللي قلتولي؟ مخبية عني حاجة معرفهاش؟ شفت يا سعيد؟ شفت؟ حتى انت كمان الشك من ناحيتي دخل قلبك. بس انت عندك حق، لان دي غلطتي انا، وانا اللي هدفع ثمنها. عشان كده بقولك طلعني، عشان سمعتك ومستقبلك طلعني طلعني. انا مش عايز اسمع الكلام ده منك، ارجوكي ارجوكي. انا واثق من براءتك يا نادية، صدقيني. أنا هحارب الناس دول بنفس السلاح اللي بيحاولوا يقضوا علينا بيه، هحاربهم بالقانون. ماجد، أنا احترمت موقفك الفترة اللي فاتت، فضلت أكون بعيد عشان ما تعتقدش في يوم من الأيام إني كنت جاي أتوسط للنادي على حساب العدالة. بس ده ما يمنعش أبداً إن أنا وأنت بندور على الحقيقة. من حقي دلوقتي أسألك عن قرارك. أيوة سعيد، بس أنت عارف إن التحقيق لسه ما انتهاش. عارف، بس اكيد برضو انت سمعت باللي حصل في قضيه احمد سامح وعلاقته بسامية فوزي. بتهيألي انك قدرت تكتشف ان احنا كنا ضحيه مؤامره دنيئه، كنت انا بالذات المقصود بيها. سعيد، انا عايزك تتاكد اننا بنبذل كل جهدنا واننا مش ساكتين. انا عارف يا ماجد، ومتاكد انك انسان حريص على العداله، بس من واجبك برضو انك تسمعني في كل اللي حاوله لك. مساء نور. هي المدام مش مع حضرتك ولا ايه؟ والله مش فوق. لا هي مش فوق، اصلنا جينا من غير ميعاد. على العموم دي فرصه سعيده جدا. ميرسي قوي، عن اذنك. مع السلامه. مع السلامه.
يطلقك؟ دي اخرتها؟ بقى ده كلام تقوله واحدة عاقلة زيك؟ لو كنت عاقلة يا ماما ما كنتش ورطت نفسي ورطته معايا. وارجوكي بقى سيبيني اعملي معروف. والله ده عين وصابتكم، ده انتوا كنتوا متهنيين وفرحانين. الو سعيد؟ اهلا وسهلا يا سعيد. تعالي سعيد عاوزك. مش قادره يا ماما، اعتذر له باي حاجه، قولي له اي حاجه. الو ايوه يا سعيد، اصل انا ما صدقت انها نامت. لا طيبه بخير الحمد لله. لا ابدا، يعني هي حتبات عند حد غريب يا سعيد، وانت من اهله يا حبيبي، تصبح على خير. اتفضل يا ساتر الرأي. الحقيقة الموضوع تطور في اتجاه ما كانش متوقع أبدا. عشان كده أنا استدعيتك النهاردة. الموضوع محتاج يتعالج بشكل تاني خالص، خصوصا بعد ما عرفنا الهدف كان إيه. متأسفة يا مدام زينب. إزاي سعاد؟ أنت أنسب واحدة في المكتب. ولو أنا ماليش دعوة بشغل نادية خالص، وخصوصا بالمأمورية دي. أرجوكي كلفي أي زميلة غيري. ده أمر مكتبي، المدير العام هو اللي مرشحك. سيادة المدير العام طالب حضرتك والأستاذ سعاد. سعاد عبد الحميد من المجلس الحزبي. ايه الحكاية؟ انت كل شوية حتقولي ولا ايه؟ سعاد عبد الحميد؟ اه ده المحامي قال لي انك شهدتي شهادة كويسة قوي في التحقيق. اتفضلي اتفضلي. يا فندم انا جاية اعمل لحضرتك حساب المستشفى. ما عندكيش فكرة تعبت قد ايه ولفيت قد ايه لغاية ما عرفت العنوان. مدام عايزين تريحونا ما كمل الاول. معلش يا مدام انسي بقى، احنا بنبتدي مع حضرتك صفحة جديدة. يعني ايه؟ لسه هتعاينوا وتفحصوا وتدخلوني في المتاهات دي؟ لا ابدا، ولا متاهات ولا حاجة. هو برضو مش عدد الاوض اللي فوق زي اللي شفتهم تحت؟ اه، ويا ريتهم مشغولين، دي المستشفى مهوية. مفهوم مفهوم، كل ده معمول حساب. غير مصاريفنا شكلها ايه؟ ها؟ خدي شوفي، خدي شوفي الدفاتر فيها ايه؟ من غير دفاتر ولا حاجة يا فندم، أنا مقدرة طبعاً. طب والتقرير بتاعنا هتكتبيه إمتى؟ يومين اتنين، ده بالكتير. حضرتك عارفة ده تقرير نهائي، وأنا تقاريري بيتاخد بيها على طول، يعني إن شاء الله مفيش طعن ولا حاجة. ها ما قلتليش تشربي إيه؟ حاجة ساقعة ولا قهوة ولا شاي؟ لا والله ملوش لزوم. فرق شتان ما بينك وبين زميلتك. حقيقي؟ ازاي يعني؟ طبعا في الذوق في الظرف. مش ممكن. حضرتك عارفه بقى القوى العامله ياما بتحدف. احنا عايزين حاجه غير راحه الجمهور. ولو انها شغلانه صعبه قوي، كل كلمه محسوبه علينا ويا ريت في تقدير. حضرتك عارفه موظفين وماهيات الموظفين. طبعا طبعا انا مقدره. يا ترى هتخلصي التقرير بتاعنا امتى؟ يا خبر، اعتبريت مضى واعتمدوه كمان. احنا ورانا حاجه غير راحه الجمهور. انا متشكره قوي قوي. يا خبر فلوس؟ لا 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 مش معقول. لا دي حاجه بسيطه، انا عارفه ان وراكي مصاريف، اعتبريها هديه مني لك. متشكره قوي يا هاني. ولو اني يعني اقول لك ايه يعني،
حضرتك عارفة زملاتي اللي معايا على المبلغ ما يتوزع علينا هيبقى يدوب مفيش غير حق المواصلات. هي ايه الحكاية؟ هي فردة ولا ايه؟ يظهر عليا غلطانة اني اديتك. صدقيني مش عشاني، انا خايفة عليكي علشان ما يقفلكيش التقرير. كده؟ طب خلصيني، عايزة كام؟ يعني العدل كويس ما يبقاش اقل من نادية. نادية؟ لا نادية دي تنسيها خالص، دي حاجة تانية، حاجة كبيرة قوي ما انتش قدها. ليه؟ تزيد عني في ايه؟ ولا علشان خاطر جوزها؟ يظهر عليكي مفتحة قوي زيادة عن اللزوم. يا بنت الحلال خليكي في حالك، بدل ما تخشي في مواضيع انت مش قدها. على رأيك اهي نادية متجرجرة في النيابة، ومهما حلفت مين هيصدقها؟ خليها تحلف للصبح، العاملة لي شريفة قوي وجاية تديني درس في الأخلاق. ياه صدقيني يا هانم انت من أذكى الناس اللي أنا شفتهم في حياتي. يا حبيبتي أنا اللي يحاول يضرني أعرف إزاي أخليه يندم. وبناء على ما تقدم قررنا حبس المتهمة سامية فايضي 4 أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد. أعتقد دلوقتي التحقيق انتهى بالنسبة لك يا أستاذة نادية، تقدري تفضلي. متشكرة قوي قوي يا فندم. لا شكر الحقيقي للأستاذ سعيد، راجل ساعدنا كتير قوي. كمان عايزك تشكري الأستاذة سعاد زميلتك، روح الزمالة والصداقة اللي بينكوا ساعدتنا كتير في كشف الحقيقة. متشكرة قوي يا سعاد. ما تقوليش كده، احنا اخوات. مبروك. الله يبارك فيك. متشكرة قوي يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. متشكرة قوي يا ميس سعاد. ما تقولش كده يا سعيد، احنا اخوات. طبعا يا سعاد، متشكرة قوي. اشوفك بكرة في المكتب ان شاء الله عن اذنكم. مع السلامة. انا اسفة قوي يا سعيد. ولا كلمة، هنقول كل حاجة لما نوصل بيه.